ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض المش او الجبنه القديمه. المقادير بتاعتنا معاكي من كيلو ونص ل 2 كيلو لبن، فلفل احمر متقطع العدد اللي انت عايزاه، كوبايه شطه، ربع كيلو مرطه، كوبايه ملح، والجبنه اللي انت عايزاها برضو، بس الجبنه هتجيبيها هتلفيها بملح وتسيبيها لمده ساعه تتصفى، وكل شويه تغيري الطبق من تحتها عشان ما تتبلش لحد ما تنشف خالص. تسيبيها من ساعة لساعتين، انا هسيبها تتصفى وارجع لكم بعد ساعة. ورجعت لكم تاني بعد ما عدى ساعة على الجبنة، المية اللي فيها نزلت وتصفت خالص. اول حاجة هنعملها هنخلط الشطة مع الملح ونخلطهم مع بعض ونلف برضو فيهم الجبنة تاني، وهتسيبي معلقتين ملح عشان تخلطيهم في اللبن. يفضل طالما تستخدمي شطة تلبسي جوانتي عشان ايديكي. اول حاجة هتنزلي الشطة كلها وبعد كده الملح، وهتسيبي معلقتين عشان ندوبهم في اللبن وتقلبيهم كويس. نجيب الجبنة بتاعتك وتلفيها برضو في الملح والشطة تاني زي ما عملتي في الملح، هتلفيها بقى في الملح والشطة. وجود الشطة معانا ما يخليش المشي يدوب. بعد ما خلصنا الجبنه هنعمل الفلفل بنفس الطريقه اللي عملنا بيها الجبنه كده. خلصنا الجبنه والفلفل بتوعنا، هنسيبهم على جنب ونبتدي نعمل المش. هنحط معلقتين الملح والمرطه وبعد كده اللبن ونبتدي ندوب المرطه في اللبن ونضيف معلقة مش تكون معمولة قبل كده، ودي نعتبرها الخميرة بتاعته. وبعد ما قلبنا معلقة المش هنحط معلقة شطة. وممكن تضيف عليهم معلقة بابريكا على حسب ما انت عايزة. كده انا استعملت كيلو ونص لبن بس، ما استعملتش الاتنين كيلو كلهم. هنبتدي نحط الجبنه والفلفل في البرطمان. اهم حاجه البرطمان يكون ناشف ما يكونش مبلول، وايديك تكون ناشفه، ممكن في برطمان بلاستيك او ازاز عادي، بس طبعا اهم حاجه ان يكون ايديك ناشفه والبرطمان ناشف. بعد ما رصينا الجبنه والفلفل هنبتدي نحط المش عليهم. دلوقتي خلاص رصينا الجبنه والفلفل وحطينا عليهم المش في العلبه زي ما انتم شايفين كده. هتقفلي عليها، اهم حاجه البرطمان يكون ناشف والغطا يكون متنشف كويس جدا، ما يكونش فيه ميه خالص في البرطمان او في الغطا، ومقفول قفله محكمه. وبكده نكون خلصنا. هقولك على تريكايه عشان ما يدوتش منك. اول حاجه هتسيبيه 3 ايام بره التلاجة، وبعد الثلاث ايام دول هتسيبيه اسبوع في التلاجة، وبعد كده تقدري تفتحي عليه وتاكليه منه. اتمنى تكون الوصفه عجبتك. ما تنسيش لو عجبك الفيديو دوسي لايك، ولو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد.